هذا ويواصل معبر رفح البري فتح أبوابه لليوم الخامس على التوالي لدخول المساعدات الإغاثية متجهة إلى معبر كرم أبو سالم في قطاع غزة بعد تنسيق بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة لدخول مؤقت للمساعدات لإغاثة المدنيين الفلسطينيين. وصل عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح البري في اتجاه معبر كرم أبو سالم خلال الأيام الأربع الأولى إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات غذائية وطبية ومستلزمات معيشية أخرى. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين، ما زلنا في متابعة مستمرة لنقل الصورة من العريش ورفح وتحديدا ملف المساعدات الإغاثية التي تتحرك إلى الأشقاء في قطاع غزة. ننقل لكم الصورة من أمام بوابة معبر رفح المصرية وتحرك الشاحنات إلى الناحية الأخرى في اتجاه معبر كرم أبو سالم، وأيضا اصطفاف الشاحنات في مدينتي العريش ورفح. هذه الشاحنات المصطفة هنا على يمين ويسار الطريق توقفت لمدة طويلة، ولكن منذ أربعة أيام واليوم هو اليوم الخامس تتحرك هذه الشاحنات متجهة إلى معبر رفح، ثم بعد ذلك تتوجه إلى معبر كرم أبو سالم محملة بعدد كبير من الأطنان للمواد الغذائية والمستلزمات الطبية. بالطبع يأتي هذا بالتنسيق بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة وتحديدا الأونروا، حيث تتحرك هذه الشاحنات بمعدل 200 شاحنة يوميا لتدخل عبر معبر كرم أبو سالم، وهذا اتفاق واتفاق مؤقت بين مصر والأمم المتحدة لتدخل هذه المساعدات. 200 شاحنة يوميا تقريبا يدخلون إلى الناحية الأخرى، بالإضافة أيضا لأربع شاحنات من الوقود سواء كانوا سولار أو غاز، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم قبول شاحنات الغاز من الناحية الأخرى، ولكن تدخل شاحنات المحملة بالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية. ولكن حسب الأونروا فهو يصعب يعني توزيع هذه المساعدات في الناحية الأخرى في رفح الفلسطينية، وهذا لا يمنع استمرار تدفق الشاحنات من العريش ورفح متوجهة إلى كرم أبو سالم. بالطبع أيضا بالإضافة لذلك هناك أيضا سيارات الإسعاف التي تتوقف دائما على أهبة الاستعداد لنقل المصابين الأشقاء ليتلقوا العلاج في المستشفيات المصرية، لكن يعني قوات الاحتلال تمنع خروج المصابين من الأشقاء ليتلقوا العلاج هنا. هذه نقطة. النقطة الأخرى أيضا هناك بعض المستشفيات كانت قد توقفت في رفح الفلسطينية، منها مستشفى الكويت بسبب القصف المستمر في رفح الفلسطينية والقصف المستمر بشكل عام في قطاع غزة. ولكن أيضا من أهم النقاط هو عدم دخول السولار لهذه المستشفيات. خلال خمسة أيام لم تدخل إلا أربع شاحنات فقط، وهم الذين دخلوا في اليوم الثالث وتم قبولهم، عادت باقي الشاحنات. أما اليوم فدخل يعني عدد كبير من الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية، معدل تقريبا خلال خمسة أيام أكثر من 600 شاحنة دخلوا بالفعل في اتجاه معبر كرم أبو سالم. هذه هي الصورة من العريش ورفح، والآن أعود إليكم مرة أخرى.